ما جئت للرئاسة لم أنتقم من أي أحد، خصومي السياسيين كلهم استقبلتهم. ولأنه بالنسبة لي هذا هو دور رئيس الدولة، دور رئيس الدولة هو أن ينسى أحقاده وينسى خلافاته الشخصية والإيديولوجية، هو أبو الشعب، هو أبو الناس الكل إلى آخره. شوف الرجل هذا شو عمل، يعني التنكيل براشد الغنوشي هو أولا تنكيل بكل من فتحوا له الطريق. ناخذ في المطار، هو كان يحلم بها رئيس الجمهورية لولا ما قعدش الثورة، وثورة شكون قام بها؟ ما قاموا بها الناس اللي كيفي وكيف راجل الغنوشي إلى آخره. أنا هاني في المنفى محكوم عليه ب 12 سنة سجن، هو هاو في السجن. كل الناس يعني انتقم انتقام رخيص. علاش نقول انتقام رخيص؟ تو راجل الغنوشي تحب ولا ما تحبوش، تكره ولا ما تكرهوش، وأنا هنا نتحدث نتوجه في الناس اللي ما تحبش راجل الغنوشي. طيب أوكي ما تحبوش، أي لكن تنجم تنكر أنه راجل عمره 82 سنة؟ مش بتنكر هذا. ثم قواعد في السجون العالم أنه ابتداء من عين ما نحطوش في السجن، اللهم إلا إذا كانت جرائم يصعب تقدمها مثل التعذيب مثل كذا. عمره 82 سنة تحكم رجل عمره 82 سنة بالحبس. ثانيا الرجل هذا رغم كل شيء ضحى لتونس، تحب ولا تكره، متحب ولا تكره وماكش متفق معاه، ضحى مشى للحبس ومشى كذا كذا. ثالثا هذا الرجل تحاكمه بأحكام شبه قضايا حق عام، ما هو يكون عندك رجولة والشهامة باش تحاكمه سياسيا، تقول أخويا أنا ما اختلف معه سياسيا، تمشي تعمل يعني. شوف الحقارة، أنا بالنسبة لي أهم شيء في الرجل، رجل أو مرأة، شهامة، فروسية، شرف، هذه القيم التي يعني تعطي طبع للإنسان. لا عندك لا شرف لا فروسية لا همة، تنتقم وتنتقم بحقارة وتنتقم كذا، بعدك تحب تجي تقول لي نظيفة، الله يلعن أبو هذه النظافة.